السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلابي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة يا رب. اليوم بدنا نشرح الدرس الثاني من مادة التاريخ للصف التاسع اللي هو حركة الإصلاح الديني. طبعا بالدرس الماضي حكينا عن مفهوم النهضة الأوروبية، حكينا عن أهم العوامل اللي ساعدت في ظهور النهضة الأوروبية، حكينا أن الكنيسة كانت محتكرة التعليم فقط لرجال الدين، وكان ممنوع يترجموا الكتاب المقدس للغات المحلية عشان الناس ما يفهموا وما يعرفوا مبادئ الإنجيل الصحيحة. اليوم بدنا نحكي عن حركة الإصلاح الديني، كيف صار في إصلاح ديني. بحكي لي، احتكرت الكنيسة الكاثوليكية العلم والمعرفة والمال في أوروبا، كان ممنوع حد يكون معه مال أو علم أو معرفة، فقط للكنيسة. منعت الناس من طلب العلم، جاءت حركة النهضة لتؤكد أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تخالف العلم والدين، وأن رجال الدين فيها لا يلتزمون بتعاليم الكتاب المقدس الإنجيل. يعني رجال الدين عاملين دين لحالهم، ما بيمشوا على الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل. وبعد أن ترجم الكتاب المقدس للغات الأوروبية الأخرى، صار الناس يعرفوا الفرق بين أعمال رجال الدين وشو اللي إجا في الإنجيل. صاروا ينتقدوا سلوك الكنيسة وتصرفات رجال الدين، وعلى رأسهم البابا نفسه، يعني صار البابا نفسه ينتقدوه. اتخذت الدعوة لإصلاح الكنيسة طابع قومي، يعني صار كل الأقوام الأوروبية همهم أنهم يصلحوا الكنيسة. أدى إلى انشقاق الكنيسة بتشجيع من بعض الأمراء الذين كانوا يرغبون في التخلص من تدخل الكنيسة في شؤونهم. يعني حتى الأمراء كانت الكنيسة تتدخل في شؤونهم، وهو ما عرف بحركة الإصلاح الديني. بحكي لي، ترتب على قيام النهضة الأوروبية أن بدأ الانتقاد يوجه للكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين فيها، فظهرت دعوات تنادي بإصلاح الكنيسة، نتج عنها انشقاق ديني، يعني صاروا الناس ينشقوا عن الدين الكاثوليكي. فظهر عندي عدة مذاهب دينية، أهمها المذهب البروتستانتي والمذهب الكلفينية والمذاهب الإنجليكانية. طبعا إيش العوامل اللي أدت لحركة الإصلاح الديني؟ عندي بداية العوامل الفكرية. صار في عندي فكر حر انتشر في أوروبا، اتأثروا بالفكرية بالحرية الفكرية اللي لمسها الأوروبيين عند الفكر الإسلامي واللي دعا إلى الإسلام. العوامل السياسية، صار بعض الأمراء يشجعوا بحركة الإصلاح للكنيسة عشان يتدخلوا من سلطة البابا في شؤونهم. العوامل الدينية تمثلت في فشل الكنيسة في أداء رسالتها الدينية، طبعا الناس صاروا مرهقين، بالإضافة لإصدار صكوك الغفران اللي راح نعرفها كمان شوي، اللي كانت سبب مباشر في احتجاج لوثر على تصرفات الكنيسة. بداية راح نحكي عن المذهب البروتستانتي. طبعا مؤسس المذهب البروتستانتي اسمه مارتن لوثر. طبعا مارتن لوثر انولد في ألمانيا، دخل الدير راهبا عام 1505 ميلادي. ركز على فكرة الخلاص بالإيمان، وعدها وسيلة لخلاص الإنسان ودخوله الجنة. يعني الإنسان ما بدخل الجنة إلا إذا كان مؤمن، أي أن الإنسان يتقرب إلى الله بإيمانه بالله، لا بالأعمال التي تفرضها الكنيسة. يعني إحنا عشان نتقرب لربنا لازم بالإيمان اللي جوانا، مش بالأعمال اللي الكنيسة بتفرضها علينا. هاجم لوثر ادعاء الكنيسة أن البابا يستطيع إصدار شهادة تغفر للإنسان ذنوبه مقابل التبرع للكنيسة، وهي الشهادات التي عرفت بسكوك الغفران. يعني إذا إحنا بدنا نعرف سكوك الغفران، هي شهادة أصدرها البابا تغفر للإنسان ذنوبه مقابل التبرع للكنيسة. طبعا هاي لوثر عدها بدعا مستحدثة، لأن البابا أصدرها لحاجته للأموال لبناء كنيسة القديس بطرس في روما. يعني كلها معروفة إنها بدع. وأعلن لوثر أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للدين المسيحي، ونادى بأن يكون رجال الكنيسة خاضعين للسلطة المدنية، وطالب أيضا بالسماح للقساوسة بالزواج. يعني هلأ لو جينا بدنا نحط مذاهب أو مبادئ مارتن لوثر، بنحكي أول مبدأ ركز على فكرة الخلاص بالإيمان، هاجم ادعاء الكنيسة وهاجم سكوك الغفران، أعلن أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للدين المسيحي، نادى بأن يكون رجال الكنيسة خاضعين للسلطة المدنية، وطالب بالسماح للقساوسة بالزواج. بحكي لي، انتقد مارتن لوثر أعمال الكنيسة خاصة بيع سكوك الغفران، فكتب عدد من الاحتجاجات وعلقها على باب الكنيسة.
فغضب البابا وطلب إلى لوثر التكفير عن عمله، فرفض لوثر. لذا أصدر البابا مرسوم عام 1520 يقضي بحرمان لوثر من دخول الكنيسة. يعني البابا حرم لوثر من أنه يدخل الكنيسة، بس لوثر استمر في دعوته وزاد عدد أتباعه وأطلق عليهم اسم المحتجين البروتستانت. طبعا وين انتشر مذهب البروتستانتي؟ انتشر في شمال أوروبا، وساعد على ذلك سوء الأوضاع الإمبراطورية الرومانية. يعني ما الذي ساعد على انتشار مذهب لوثر في شمال أوروبا؟ اللي هو سوء أوضاع الإمبراطورية الرومانية التي كانت منشغلة بحروب كثيرة، أهمها حروبها في فرنسا وإيطاليا وحربها مع العثمانيين الذين هددوا حدود الإمبراطورية الشرقية. تمام، تاني مذهب رح نحكي عنه اللي هو مذهب كلفن. بحكي لي، دعا كلفن لمبادئه الدينية عام 1524 وخارج على الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، اضطر لأنه ينتقل لسويسرا، وبدأ بأنه ينتشر مبادئ كلفن في فرنسا واسكتلندا والأراضي المنخفضة اللي هي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. عشان نتعرف مبادئ كلفن نطلع هون. أول إشي، كلفن أدمج السلطة الدينية مع السلطة المدنية، اختيار الشعب القائمين بأمور الكنيسة، يعني اللي بيقوموا في أمور الكنيسة لازم الشعب هو اللي يختارهم. آخر إشي، إشراك غير رجال الدين في إدارة شؤون الكنيسة. هاي أهم مبادئ كلفن. ثالثاً رح نحكي عن المذهب الإنجليكاني. بحكي لي، تحولت إنجلترا إلى البروتستانتينية في عهد الملك هنري الثامن ثاني ملوك أسرة تيودور، التي حكمت إنجلترا في عام 1485 ل 1603 بسبب خلافه مع البابا. إذ رغب الملك هنري الثامن في طلاق زوجته كاترين قريبة الإمبراطور شارل الخامس لأنها لم تنجب له سوى ابنة واحدة. يعني الملك هنري الثامن إجا بده يطلق زوجته كاترين لأنها ما أنجبت له سوى ابنة واحدة، وكان يرغب في إنجاب وريث ذكر لعرشه، فأراد الزواج من آن بولين، إلا أن البابا رفض الموافقة على ذلك لأسباب دينية طبعاً، لأنه بيعتمد على الإمبراطور شارل في الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية، يعني مصالح شخصية. تزوج الملك هنري الثامن من آن بولين، أنجبت له إليزابيث التي نودي بها ولياً للعهد، لكن البابا أعلن بطلان هذا الزواج وهدد الملك بالحرمان، وهذا جعل البرلمان الإنجليزي يصادق على زواجه عام 1537 وإعلانه رئيساً للكنيسة الإنجليزية. وكان من نتائج ذلك انتشار المذهب البروتستانتي في إنجلترا بشكل واسع، وحدث المذهبين الكاثوليكي. طبعاً لما تولت الملكة إليزابيث الأولى العرش، وحدت المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي تحت مسمى المذهب الإنجليكاني. يعني المذهب الإنجليكاني توحيد بين الكاثوليكية والبروتستانتينية. هلأ بدنا نحكي عن حركة الإصلاح الكاثوليكي. طبعا قامت الكنيسة الكاثوليكية بمجموعة من الإجراءات عشان تقاوم انتشار المذهب البروتستانتي. أول شغلة، عقد مجمع ترينت في إيطاليا عام 1545 الذي أكد سلطة البابا على الكنيسة الكاثوليكية وأنه المرجع الوحيد لتفسير الكتاب المقدس. طبعا حرم زواج رجال الدين وبيّن أن الإنسان لا ينال الخلاص بالإيمان فقط، وإنما بالإيمان والعمل معا. ثاني شغلة اللي هي عملت الكنيسة الكاثوليكية على التبشير ضد البروتستانت عن طريق بناء المساجد والجامعات، سمحت بتدريس مختلف العلوم زي الرياضيات واللغات والأداب وغيرها لجانب العلوم الدينية. آخر شغلة، شكلت عندي لجان تحقيق وتفتيش عن البروتستانت عشان تضغط على أتباعه وترجعهم للكاثوليكية. لو بدنا نيجي نعرف محاكم التفتيش، بنعرفها بأنها مؤسسة قضائية أنشأها الباباوات في روما، كانت مهمتها اكتشاف الخارجين والمنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية. وقد وجدت ثلاث مؤسسات حملت هذا الاسم، أشهرها المحاكم اللي أنشأها البابا غرغوريوس التاسع لمعاقبة الخارجين عن الدين، ومحاكم التفتيش الإسبانية التي أنشئت في إسبانيا بهدف مطاردة المسلمين واليهود الذين اضطروا للتظاهر باعتناق النصرانية وكتموا دينهم سرا، ومنها ديوان التفتيش الروماني في إيطاليا الذي أنشئ لمقاومة الحركة البروتستانتينية. وقد اتسمت جميعها بالقسوة والتفنن في التعذيب حتى الموت. بحكي لي، على الرغم من هذه الإجراءات والإصلاحات، إلا أن أوروبا انقسمت بين المذهب البروتستانتي في الشمال
والمذهب الكاثوليكي في الجنوب، وأدى هذا لقيام حروب دينية. وهيك بنكون خلصنا درسنا، ويعطيكم ألف عافية.